السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في الفيديو الذي وعدتكم به حول تسجيل بمواقع ثانوية التميز ليدكس لهذه السنة موسم 2020-2021. إذا نمر مباشرة طريقة التسجيل بعد الدخول إلى موقع الثانوية اللي هو موقع التسجيل. كتلاحظوا أمامكم أن هناك كاين بعض الخانات اللي خصكم تعمروا كود إليف، أنا دايره هنا باللغة الفرنسية. تلقاو كود مسار، غديروا كود مسار ديالكم في الخانة الأولى، ثم في الخانة الثانية غديروا ان ايميل اللي هو فاليد، مثلا ديال الجيمايل ولا ياهو ولا اللي عندكم نتوما، وكتدخلوا ليه وعرفتوا المود باس ديالكم. اذا كتكتبوا حاولوا ما يكونش خطأ باش ما توصلش رسالة لمصدر اخر يكون صحيح، وكتدخلوا ليه ديما. بالنسبة للمود باس اللي كتسولوا عليه بزاف في لاباج ديالنا، خاص يكون فيه كاركتر سبيسيال زائد ماجيسكول زائد مينيسكول زائد ارقام كيف ما بغيتو تكتبوه. المهم خاص يكون فيها هذا الشيء، بحال مثلا اروباسك دير ا ماجيسكول دير بي سي دي او اف وتبع لهم ارقام 1 2 3 ولا بحال هكا. داكوغ، من بعد ما كتدخلوا المود باس كتعاودوا 2 مرات كتدخلوا ديك الكابتشا اللي كتبان لكم تما كيما كتشوفوها، وكتكليكيو على ديك جي لو اي جاكسبت وكديروا انريجستري. كتعطيكم هذه الصفحه هذه، كتلقاو مباشرة الكود مسار داخل اليسار هنايا، إذا كنتو باللغة الفرنسية باللغة العربية تلقاوها على اليمين. بعد كتدخلو تاريخ الازدياد ديالكم يكون صحيح، ومن بعد ما كتدخلو تاريخ الازدياد ديالكم كيعطيكم الجنس، كدير ذكر أو أنثى، ثم كتدخلو باللغة العربية الاسم ديالكم العائلي لو نو، اسم العائلي ويكون صحيح، و كتدخلوا كذلك لو برينو اسم الشخصي باللغه العربيه، ثم هذا ليو دو نيسونس مكان الازدياد يكون كما مكتوب عندكم في الحاله المدنيه، والعنوان عنوان المنزل. وكتمشيو للجهه الاخرى ديال اللغه الفرنسيه، حاولوا تكتبوا الاسماء ديالكم بالماجيسكول. بعد ما كنساليو من هذه المرحله هذه كندوزو مرحلة ديال الجهة غاجية، الجهة كنديرو فيها المكان، يعني الجهة فاش كاينين حنايا كنختارو الجهة فاش كاينين، مثلا مراكش سويس ماسا هذا. بعد ما كتختار الجهة كيتشارج على لاباج وكتعطيك لا بروفانس، كتختار لا بروفانس مثلا نديرو مراكش، والجامعة كدير الجامعة فاش كاين نتايا. بعد ما كتختار الجامعة كدير رقم الهاتف، كتسجل رقم الهاتف الشخصي ديالك الا ما عندكش دير ديال الاب ديالك ولا الام ديالك. بعد ما كتسجل رقم الهاتف الشخصي مباشره كتمشي للمرحله الاخرى اللي هي معلومات حول المؤسسات التلميذ. هنايا كتدخلوا الاكاديميه فين كاينه المؤسسه ديالكم، الاكاديميه مثلا نديرو في هذه الحالة مثلا أكاديمية مراكش أسفي. بعد ما كدير الأكاديمية كتشارجا لاباج وكيعطيك نوع المؤسسة تيب ديتابليسمون، كدير إما عمومي أو خصوصي، كدير أنت فاش كتقرا، ثم المديرية الإقليمية كتختار المديرية الإقليمية وكيعطيك لائحة ديال المؤسسات اللي كاينين في المديرية الإقليمية فاش نتايا تابع. كتختار كتقلب على اسم المؤسسة اللي قريتي فيها، تالتة إعدادي ماشي اللي سيلاش طالع، تقرا ديال تالتة إعدادي فاش قريتي، تفهمنا. بعد ما كتختار هاد المؤسسة هادي كتمشي للمرحلة الأخرى، هنايا كندخلو المعدل ديال المحلي، معدل النقطة اللي حصلت في المحلي. مباشرة كنختار الجيد المشترك اللي درت في التوجيه ديالي، إذا درت جيد مشترك علمي خيار فرنسية راه كندير تماك جيدة مشترك علمي، ولا درت جيدة مشترك تكنولوجي راه كنختار في اللائحة هنايا جيدة مشترك تكنولوجي سيانتيفيك أو لا تكنولوجي. من بعد كيسولني شحال ديال الإخوة أو الأخوات اللي كاينين في الدار والعمر ديالهم، يعني مزيودين من بعد يوليوز 1997، كندير العدد ديالهم تماك 1 2، ما كتحسبش راسك نتايا، الاخوه الاخرين كدير العدد ديالهم تماك.
ومن بعد كتمشي للسؤال الآخر اللي سولتوني عليه، واش نتوما قريتو يعني في داخلية أو لا، كتمشي للدار وكتمشي للمؤسسة، يعني ما كايناش الداخلية. يعني كدير إما خارجي أو داخلي، اكسترن انترن، وكدير كدير المسافة اللي كتبعد بين الدار ديالك والإعدادية فاش قريتي، كتختار المناسب وكتمر للمرحلة الأخرى. كيعطيني هذا الميساج هذا كوم كوا راه دازت المرحلة الأولى مزيانة، كندير أوكي، كنمشي للمرحلة الثانية ديال المعلومات حول الآباء. دونك ملي كنختار معلومات حول الآباء، كنزيد الأب، كندير الوضعية العائلية، ماغيي ولا ديفورسي على حسب كل واحد، ولا متوفى ولا هذا، وكندير المعلومات حول الأب، الاسم ديالو بالفرنسية ولا بالعربية على حسب انت شنو اللغة اللي اختاريتي في الأول. كتكتب بالفرنسية ولا العربية الاسم ديالو الشخصي والعائلي، واش هو المسؤول، يعني هو الوالي ديالك ولا لا. كتختار نعم صافي، ومباشرة كتدخل رقم البطاقة الوطنية ديالو والهاتف ديالو والعنوان يكون صحيح والايميل اللي عنده ايميل، ماشي بالضرورة بلاش الى ما عندوش بلاش. ثم الوضعية المهنية، الوضعية المهنية كدير نشيط او غير نشيط او متقاعد على حسب الوضعية ديال الاب ديالك. يعني اذا كان خدام في القطاع العمومي ولا مهنة حرة راهو نشيط بالنسبة لي، بالنسبة ليهم ما راه نشيط. اذا ما كانش خدام كاع راه غير نشيط، ولا كان متقاعد راه متقاعد. بعد ما كتدخل معلومات حول الوضعية المهنية، كيعطيك مثلا في حالة إذا كان نشيط كدير اش من سيكتور فاش خدام، اش من قطاع، القطاع العام ولا القطاع الخاص، والمهنة ديالو كتحددها إلا كاينة في اللائحة تماك، إلا ما كايناش كدير آخر أو لا أوتر بالفرنسي، وكتكتب كتكتب تماك، حاول في داك الأورغانيزم يعني في القطاع دير الاسم ديال المهنة، تقدر ديره تما. ومن بعد لاميتويل، واش عنده مؤمن ولا لا، كتختار نعم أو لا. ثم كديرو الدخل الشهري الصافي، الغوفوني مونسويل نت، كتدخلو بالضبط شحال كيشد الأب ديالكم. إذا كان في الوظيفة العمومية راه باين كيعرف هو شحال كيشد، غيكتبو تماك بالفصيلة تكون زعما محددة. ولا كان اب مثلا خدام مهنة حرة وما كي كل شهر وكيفاش كيكون، غادي يدير واحد ليستيماسيون لا موين ديال في العام تقريبا، كل شهر مثلا 2000، شهر 2000، شهر 3000، شهر 1500، شهر 2500، وهكذا غيدير ليستيماسيون ديال ديك الشهورة ويحدد الموين اللي تكون متقاربة بين هذاك الشيء كلشي، ويكتبو تماك. ثم نديرو انغوجيستري، بعد ما كنديرو انغوجيستري، بعد ما كنديرو انغوجيستري كنمشيو للمرحلة الأخرى اللي هي ديال تسجيل معلومات حول الأم. يعني كنزيدو أجوتي لا مير أو لا إضافة الأم. بعد ما كنضيفو الأم نفس الطريقة كنديرو الوضعية العائلية، يعني متزوج أو متوفى أو مطلق، وهذا كتكتب الاسم ديالها باللغة العربية أو لا باللغة الفرنسية على حسب اللغة اللي اختاريتي من الأول. كتدخل المعلومات الخاصة بها، لاكارت ناسيونال، العنوان الشخصي، كلشي هادوك المعلومات بحال كيما درنا مع الأب كنديرو مع الأم. يعني كندخلو جميع المعلومات هكا، نكونو صحاح وننتبهو دائما أننا ما نخطئوش في حتى شي حاجة. بعد ما كندخلو المعلومات كاملة خاصة بالأم، مثلا في هذه الحالة الأم عندنا يعني ما خداماش دونك بدون، غادي نديرو الدخل الصافي الشهري صفر، وكنمر نديرو انغوجيستري تسجيل أو لا حفظ، وكندوزو لآخر حاجة اللي هي انغوجيستري لا كونديداتور تسجيل الترشيح. يعني قبل ما نديرو تسجيل الترشيح دائما كنتأكدو أن جميع المعلومات راه صحاح، كنعاودو نرجعو قبل ما نختاروا هذوك ثلاثة ديال الاختيارات اللي بالاصفر، هذه الرسالة اللي بالصفر
قبل ما نختارها غادي نرجع ندير رجوع ونعاود نمشي نشوف المعلومات واش هي صحيحة ولا لا، نتأكد كل شيء واش كل شيء هو هذاك صحيح. إذا تأكد بأن كل شيء صحيح ديك الساعة كنختار هذوك 3 ديال الاختيارات كنكوشيهم وكندير انغوجيستري، ندير حفظ. بعد ما كندير حفظ كنمشي لآخر مرحلة اللي هي هذا الميساج هذا اللي كيكون في الفوق هنايا بالصفر، كيقول لي واش صافي غادي دير المصادقة النهائية. إذا تأكد بأن كل شيء صحيح كندير ليه فاليدي يعني مصادقة، وبعد ما كندير مصادقة كيمشي لي مباشرة يعطيني بأنني راه لا كونديتاتور ديالي في طنكور دو تريتمون يعني في طور المراجعة، وكيصيفطوا لي واحد الايميل لابواط ايميل ديالي. نمشي ندخل لابواط ايميل اللي درت ليهم في الاول ديال الجيمايل ماشي ديال مسار ولا هذا الجيمايل، وكنمشي نشوف الميساج اللي عطاوني. فلقاو بان قال لي بان راه سجلت التسجيل ديالي بكل نجاح وما كاين حتى شي مشكل. وفي الميساج الثاني او لا في الرساله الثانيه اللي كيصيفطوا لي كيعطيني رقم التسجيل ديالي، كتلقاه مثلا 2000 3000 وهذا. غير كملاحظه ذاك رقم التسجيل راه ماشي عدد التلاميذ اللي تسجلوا، هو فقط رقم هكا اعتباطي، لا يعني انه هذاك العدد هو اللي تسجلوا ديال التلاميذ. باش ناكد على هذه المعلومه باش ما تمشيوش غالطين صحابكم راه كثار الناس اللي تسجلوا. الا وشكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء.